بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبوة رحمة العالمين. انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بعض يعني الناس فيردهم لأنهم ليسوا مسلمين، وبعض الأنصار كان لهم قرابات في بني قريظة وبني النضير، كانوا لا يعطونهم ويشترطوا عليهم الدخول في الإسلام أولا. يقال للرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال له: نحن لا نعطي إلا من هو على ديننا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى كأنه يعاتبه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون دخول الناس في الإسلام، يعني يريدون دخول الناس في الإسلام، فقال الله: ليس عليك هداهم، فما تساومش الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا يريد الإيمان الاختياري، ولا يريد الإيمان الجبلي، لأن ربنا سبحانه وتعالى عنده مليارات مليارات الملائكة تعبده عبادة جبلية، مجبورون على الطاعة، فخلقنا لكي نعبده عبادة اختيارية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ربنا سبحانه وتعالى لذلك قال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وانتم تنفقوا ليه؟ وما تنفقوا من خير فلانفسكم. وانت النفقه دي لما هتديها ليهودي محتاج، ما انت اجرك محفوظ، اجرك محفوظ، وانت بتنفق عشان انت بتنفق في الاصل عشان الثواب. فكونه يخش في الاسلام او يخش في الاسلام ده شيء مش مضمون، ولو دخل في الاسماء في الاسلام كارها عشان مجرد عشان ياخد منك نفقه، ما هو يبقى ده نوع من هيخرج تاني، هو لن يقبل لا يقبل الايمان اذا كان ايمانا صادقا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعلمهم، قال ذلك. بعدين ربنا سبحانه وتعالى تكلم بقى عن من الذين يستحقون هذه النفقه، الذين الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم، لا يسالون الناس الحافا، لا يسالون الناس ما تنفقوا من خير فان الله بيعلم، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا بيبين من هم اولى الناس بهذه النفقه. فقال العلماء الايات دي نزلت الفقراء الذين احصروا هم الفقراء المهاجرين الذين كانوا يعانون من الفقر الشديد ويسكنون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، وليس عندهم بيوتا ينامون فيه، وده بيسموا اهل الصفه زي سيدنا ابو هريره. فكانوا عايشين على الصدقات، عايشين على الصدقات. ويقال ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا المهاجرين ما عندهمش مكان، ما عندهمش مال، ما عندهمش بيوت، فبتيجي ناس من الانصار تاخد ناس من المهاجرين تسكنهم معاهم، لكن مش كل الانصار بيلاقوا مش كل المهاجرين بيلاقوا بيوت، فبيفضل ناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم تجيله الاكل من بره عند الانصار، يقعد والصحابه المهاجرين يعني يجلسون ويطعمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ناموا هنا في المسجد. وينامون في المسجد، وينامون في المسجد. فبعض العلماء قالوا الفقراء دول مقصود بيهم ناس حبسوا انفسهم على الجهاد في سبيل الله، وتركوا متاع الدنيا، وتركوا. طبعا الراي ده في النظر، لان هو اللي بيقول كده بيقول ان هم يعني عندهم ما يكفيهم، بس هم تفرغوا للجهاد فقط، وما يعملوش اي حاجه غير الجهاد بس، وتركوا الزخرف في الدنيا والعمل و و فهم فيحتاجون الى من ينفق عليهم. وبعض ما قال لا، حبسهم الناس، حبسهم الفقر، يعني عندهم فقر شديد، و ف ف يحتاجون الى المال. وبعض الناس قال لا، ده ناس اصابتهم جراحات وكانوا جاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اصابتهم جراحات فاصبحوا مرضى او زمن عندهم جراحات فقعدوا عن الجهاد في سبيل الله، واصبحت الجراحات دي بتمنعهم العمل او بتمنعهم من الجهاد في سبيل الله، فكانوا يطعمون من مال الصدقه. وبعض الناس قال يعني دول ناس جاهدوا في سبيل الله كثيرا، حتى اصبح لهم يعني برضه الراي ده في نظر انه اصبح لهم اعداء في كل مكان، فحبسوا عن الجهاد. لكن ارجح الاقوال انهم ناس اصابهم فقر شديد، لا يستطيعون الجهاد في سبيل الله، ليس عندهم مأوى، ليس عندهم سكن، أو ليس عندهم عمل، فينامون في المسجد. فدول أحصروا في سبيل الله. فالمهاجرين جم من مكة إلى المدينة،
ليس لديهم عمل، ليس عندهم سكن، ليس عندهم مال، لم يجدوا مأوى، فكانوا يبيتون في المسجد. فدول أحصروا في سبيل الله، لأن هم خارجين أصلا للهجرة في سبيل الله. يعني هو الهجرة دي كانت في سبيل الله، تركوا مكة وتركوا بيوتهم وأموالهم لكفار وخرجوا خالين الوفاض، الوفاض ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. للفقراء الذين أحصروا، فالإحصار معناه الحبس، إنسان محصور، إنسان محصور يعني باللغة العامية إنسان محاصر، أو إنسان محاصر في مكان معين ما يقدرش يخرج منه أبدا، ظروفه حصرته في مكان معين. الفقراء، احنا قلنا قبل كده ان الفقير، اختلف العلماء في كان في الفقير، من هو الفقير ومن هو المسكين. فقالوا العلماء ايه؟ قالوا قولا جميلا جدا، قالوا كلمة الفقراء والمساكين اذا اجتمعتا افترقتا، اذا اجتمعتا هذه كلمتان افترقتا، كل واحدة بقى لها معنى، واذا افترقتا اجتمعتا. يعني ربنا قال فقراء يبقى مقصود بها فقراء ومساكين، لو قال مساكين يبقى مقصود بها فقراء ومساكين، لكن لو قال فقراء ومساكين يبقى دي لها معنى ودي لها معنى. الفقير أشد حالا من المسكين، ده رأي جمهور العلماء، إن ربنا قدمهم في مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ربنا ذكر الفقراء المساكين، والمسكين زي ما هنبين دلوقتي لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه، لكن عنده قليل من المال، أما الفقير ليس عنده شيء. فربنا قال طيب، وربنا عرف في القرآن من هو المسكين، أو الرسول صلى الله عليه وسلم عرف من. أولا ربنا قال في سورة الكهف، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن، والقرآن يفسر السنة أيضا. فقال ربنا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. يبقى ربنا قال إن المساكين دول عندهم سفينة، يملكون سفينة، لكن السفينة لا تكفي، يعني لا تأتي بما يكفي من المال، فسموهم مساكين. يبقى إذن المسكين ليس عنده ما يكفي، لكن لو عنده عمل وعنده مال لكن ليس عنده ما يكفي. بعض العلماء قالوا المسكين عنده عفة شديدة، إنسان خجول جدا ما بيقدرش يسأل الناس، لكن الفقير بيقال ربما يكون وشه مكشوف شوية فبيقدر يطلب من الناس فيجد ما يكفيه، لكن المسكين عنده عفة أو عنده بيخجل فما بيقدرش يسأل الناس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح كلمة المسكين وقال ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يفطن إليه فيتصدق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. خلي بالك، هو عنده عفة شديدة، عنده هو بطبيعته خجول ما بيقدرش يسأل الناس، لكن ربنا أمرنا أن نعطي هذا وهذا. قال ذلك، قال في سورة الحج القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما عنده فليسأل الناس مع أنه ليس عنده ما يكفيه، والمعتر الذي يتعرض للناس بالسؤال، كما قال في سورة الحج يطعمون. فلذلك ربنا قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، مش قادرين يجاهدوا في سبيل الله، ما عندهمش ما يكفيهم للجهاد، أو لأنهم مرضى عندهم أمراض مزمنة فتمنعهم من الجهاد أو تمنعهم حتى من العمل، نتيجة مثلا حصلت لهم جراحات نتيجة الجهاد في سبيل الله أو أي شيء. لا يستطيعون ضربا في الأرض سواء كان للعمل أو سواء للجهاد. فطبعا أولى الناس اللي هي محتاجة للجهاد في سبيل الله، محتاجة المال اللي تجاهد في سبيل الله كي تنشر الدين، خصوصا لما يكون الدين في بداية الدعوة، وكان الصحابة مستضعفين، فهم أولى الناس للجهاد. ذلك لا يستطيعون ضربا في الأرض سواء كان للجهاد أو العمل، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. يعني الجاهل، بعض ما قالوا الجاهل الذي يعني الجاهل بحالهم، يعني مش مقصود بهنا نسب، لكن يعني هنا في حذف، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف. أو ممكن نقول إن الجاهل هو الذي يأخذ بالأمور بسطحية، ينظر إلى يعني يأخذ الأمور بسطحية، يعني ياخد بينظر الى القشور، ينظر الى ياخذ بياخذ بظواهر الاحوال ولا ينظر الى البواطن، لا يغوص في اعماق الناس، لان المؤمن المفروض يشعر باخيه المؤمن دون ان يتكلم. فواحد ما عندوش بصيره، ما عندوش فراسه، ياخذ بالظواهر
فيخدع بالظواهر، فليس عنده خبرة بالحياة، فهذا يسمى جاهل، لأنه يخدع بالظواهر. فلذلك الإنسان لازم يكون عنده كياسة، عنده فطنة، و زي ما بيقولوا كده يعني إيه، يكون عنده بصيرة وفطنة، ينظر ينظر يعني ينظر بأم عينه فيعرف دون أن يستقش، دون أن يتكلم. فدي دي 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 ده ده ما يبقاش جاهل، فده ده نوع من أنواع الحكمة. عشان كده ربنا قال لي جاهل لأنه بياخد بظاهر الأمور. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم. التعفف لأن هو بيتعفف عن السؤال، وكان العرب قديما يقولون من كف عن السؤال أي عف عن السؤال، أي عف عن السؤال أي كف عن السؤال. فالإنسان العفيف اللي هو يتعفف عن السؤال وهو ما هو محتاج. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم. طبعا أغنياء مش معناها أغنياء، معناها إنه عنده ما يكفيه، مش معناها غني يعني غني عنده سيارة، عنده سيارات ولا إيه. تعريفهم بسيماهم، السمة هي العلامة، يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم يعني يبقى عنده مثلا زي زبيبة الصلاة، يتعرف إن هو بيسجد، إن هو بيصلي، إن هو إنسان مصلي من زبيبة الصلاة. أو تنظر إلى وجهه فترتاح، أو تجد الوجه مضيء. فالعلماء قالوا هنا تعريفهم بسيماهم، بعضهم قال يبان عليه الذل والخشوع والمسكنة. لكن ده في الرأي ده في التفسير ده في نظر، لكن الصحيح إن تعريفهم من السفرة والضعف. يعني يبقى وشه أصفر شاحب باين عليه الضعف. ليه؟ يجاهد في سبيل الله، يقوم الليل ويصوم النهار، هو بيصوم غصب عنه لأن هو ما عندوش أكل. وبعد بعض العلماء قالوا يعني إذا اتغدى ما يتعشاش، وإذا اتعشى ما يتغداش. يعني بعض الصحابة من أهل الصفة كان بيكتفي طاقة واحدة في اليوم أو طاقتين بالكتير. فعلى الرغم منهم كانوا يكسرون من الصيام والقيام، فطبعا الصيام مع القيام مع تلاقيه مجهد شاحب اللون ضعيف. فيعرفهم الجاهل أغنياء من التعفف في تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس أي الحافة. طب يعني إيه لا يسألون الناس أي الحافة؟ بعض العلماء قالوا لا يلح في السؤال، بعض العلماء قالوا يكون عنده ما يكفيه ويسأل. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث جميلة جدا في معنى الحاف، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل وله أقية، من سأل الناس وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. يعني عنده أقية، أقية من فضة. وفي حديث تاني عنده 50 درهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش وخموش وكدوح. قال رسول الله يعني كم يكون عنده؟ قال لهم 50 درهما، يعني كأن 50 درهم أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة أو تساوي أقي. لو عنده كمية دي من المال وقال للناس ادوني، يبقى بيسأل الناس إلحاف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر تحذير شديد. يعني واحد جاء واحد اسمه من الصحابه اسمه قبيصه ابن مخارق، ابن مخارق، راح صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله تحملت حماله عن قومي فاعني عليها. فقال له: نعينك عليها يا قبيصه. وبعدين قال له لا تحل المساله الا لثلاثه: رجل اصابته جائحه في ماله فيسال حتى يجد كفافا او يجد قوام عيش، ورجل اصابته حاجه فياتي بثلاث شهود، ثلاثه شهود على انه اصابته حاجه فيعطى حتى يجد كفافا او يجد حتى يجد كفافا او يجد او يجد أو يجد ما يكفي، ورجل تحمل حماله بدين عن قوم فيعطى حتى يبلغ فيمسك ولا تحل مسالته بعد ذلك. فان اخذ بعد ذلك كان ما اخذه سحتا والعياذ بالله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يسال الناس جاء يوم القيامة في وجهه نقطة أي علامة والعياذ بالله. وفي رواية تانية: من سأل الناس من سأل الناس أو لا تزال مسألته بالعبد حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني لحم يتساقط من السؤال. وفي ناس دلوقتي بتمتهن والعياذ بالله، تمتهن التسول، يعني
يعني يحضرني واحد كان بياخد بيطلع له 6 7000 جنيه في الشهر من التسول، قال له تعالى هنشغلك في وظيفه، قال لهم هتدوني كام؟ بس كان انا بيطلع لي 6000 جنيه انظروا. طبعا الناس لا تفرق بين الحلال والحرام للاسف الشديد، لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك المساله شيء خطير جدا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له بمال دون ان يسال، فقال فرد المال تاني، ما رضاش ياخده، فساله جابه قال له ما خدتش المال ليه؟ قال له رسول الله انت كنت تنهى عن اخذ المال والتعفف، قال له ذلك في المساله، فما جاءك من غير مساله ولا اشراف وفي روايه في غير دناءه فخذه فتموله لنفسك او تصدق به. فقال رضي الله عنه والله لا اسال احدا بعد ذلك ابدا، وما جاءني من غير مساله ساخذه. شوف سيدنا عمر الخطاب، وما جاءني من غير مساله ساخذه، اي حد هيديني حاجه يبقى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما جاءك من غير مساله فانما هو رزق ساقه الله لك على يد اخيك. ده ربنا الرزق ربنا بعته لك ما انت ما سالتش. فقال له ايه؟ قال له من غير اشراف ولا دناءه في روايه او تطلع او تشرف، يبقى الانسان بيسال لانه عنده طمع وعنده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر من سالني مالا دون حاجه فاعطيته وانا كاره لن يبارك الله له في هذا المال، او كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث. ذلك بعض العلماء قالوا يسال الناس الحافا، يعني احنا قلنا بيلح في السؤال، عمال يلح يبقى هو مش عنده بس عنده ما يكفيه، ده بيلح يعني. الراجل قال له مش عنديش يفضل يلح، فده ملحف، لان كلمه الحافا جايه من لحاف، الحاف بيغطيك كلك، يبقى هو مش عايز مال يعطيك كفاف يكفيه، لا ده عايز يعني بمعنى يعني واحد جعان انت لو اديته فول وفلافل هيشبع، لا عايز ياكل خروف، عايز ياكل كفته وكباب، ده الحاف، خذ ما يكفيك وخلاص. فكلمه الحاف جا من اللحفه او اللحافه اللي بيغطي البدن كله. طب انت لو اتغطيت بكوفرتا الحاف يعني عايز يتغطى كله من اول لاخره بالمال، مش باخد ياخذ ما يكفيه، زي سمي الحافة. بعض الناس قال يسال ده يعني يسال ده يديله يروح راح يسال ده يسال ده ويسال ده، مش ياخد ما يكفيه من واحد بس، لا عمال يسال الناس كلها، فهذا ملحف. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى لا يسالون الناس الحافا احسن الجهل اغنياء من التعفف، لا يسالون الجهل اغنياء من التعفف، لا اغنياء من التعفف لا يسالون الناس الحافا. يبقى اللي بيسال الحاف ده والعياذ بالله ياكل سحت او بياكل. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. الذين كما قال عليه سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الشيء بالشيء يذكر. يقال ان سيدنا علي بن ابي طالب كان عنده اربع كان له اربعه دراهم ليس عنده غيرها. فانفق واحدا بالليل واحدا بالنهار واحدا سرا واحدا علانيه. انفق كل المال معه. ويقال ان اهل الصفه يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعث اليهم دنانير كثيره نهارا، وسيدنا علي بن ابي طالب بعث لهم ليلا وسق بوسق من تمر، فنزل فيهم في سيد عبد الرحمن بن عوف وسيدنا علي بن ابي طالب الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. نزل في سيدنا علي انفق سرا ليلا وارسل وسقا من تمر، ونزل في سيدنا عبد الرحمن بن عوف ارسل دنانير كثيره من الذهب من الفضه او من الذهب، والدنانير ده غالبا بتبقى من الذهب والدراهم بتبقى من الفضه، لاهل الصفه جميعا في المسجد بنهارا. لذلك قال رب العالمين الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم. والفاء تصيب السرعه يعني قبل ما تاخد اجرك في الاخره، لا ده انت البركه في الدنيا يضاعف المال هذا، لان الفاء تفيد السرعه. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعض العلماء قالوا انها نزلت في الذين كانوا يرتبطون الخيل للجهاد في سبيل الله، يعني يرتبطون الخيل للجهاد في سبيل الله فتعلف هذه الخيول ليلا ونهارا سرا وعلانيا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من احتبس خيلا في سبيل الله فكان شبعها وريها وبولها وروثها في ميزان يوم القيامه. كل شيء طعام الخيل ده وشرابها حتى البول والروس، مفيش خطوه تمشيها الخيل رايحه جايه وهي مربوطه الا في ميزان يوم القيامه. فالذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلا خوف عليهم. زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله
فمن أنساني شيئا دون حاجة لن يبارك الله له فيه. شوف بقى الحديث ده حديث خطير جدا. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليأخذه أو يتركه. يعني بيسأل الناس عشان يديله عشان يكسر من أمواله وعنده ما يكفيه. ده بيسأل قطعة من النار ياخدها أو يسيبها زي ما هو عايز. فالذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فربنا بيطمئن بعد ما قال في الآية اللي فاتت ليس عليك هداهم لأنهم ما كانوش زي ما قلنا ما كانوش بيرضوا يدوا إلا المسلمين. فبيقول لهم اللي بينفق في سبيل الله لمحتاج سواء كان أجره ثابت سواء كان مسلم أو يهودي أو كتابي أو أي شيء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زي ما قلنا قبل كده فلا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما فات. لا خوف عليهم مما هو آت من أهوال سؤال الملكين والقبر وعذاب القبر والحياة البرزخية ثم يوم القيامة ولا يحزنون على ما فات أو على ما خلفوا من ضياع وأموال وأولاد وزوجات لأن ما ينتظرهم في الآخرة من ثواب عظيم أعظم بكثير جدا 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 مما تركوه في الدنيا. فدي طمأنة لأن كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن لأن اللي هو رايح له أحسن بكتير من اللي هو سابه في الدنيا. فده تفسير وسط هذه الآيات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا تشوش تشفيع تشغيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وتساعدوني على شرح سنة الرواية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.